الأمور ستختلف. ملعوب الآن، يا سلام على الهجمة خطيرة تكمل هذه اللبنانية. الله المنتخب اللبناني، يا سلام يا الله على هذا الهدف الحلو. روع الهجمة المنظمة حلوة في المرمى. مين اللي سجلها؟ عباس عطوي ولا مين؟ مين اللي سجلها؟ يا سلام على الهجمة، شوف الهجمة، شوف الهجمة، شوف التمريرات، شوف التناسق، شوف كيف هيأها. يبدو لي محمود العلي حطها، حطها، سجل الهدف الأول، سجل الهدف الأول. بدأ أحمد زريق لعبها، بعد ذلك تهيأت ومحمود العلي حطها بخارج القدم، جميلة. هدف حلو لبناني، هدف حلو لبناني أول.